تسبب في خطأ. كانت تبدو واحدة هذه الهجمة لكنه لم يقدر حتى على تجاوز منتصف الملعب. كورتيس جونز مميز جدا هذا فابينيو، ليس فقط في افتكاك الكرات في مركزه ولكن ايضا على مستوى الانطلاقات الهجوميه. لاعب يعرف دوره جيدا، يعرف قدراته وامكانياته جيدا، من الصعب جدا التعامل معه في الملعب. هدف مبكر جدا يشعل هذه المباراة. يسيطر على الكرة أرنولد روبرتسون، لمسة على اليسار، يستعيد الكرة مع ضغط هائل. بينية جميلة، هجمة ممتدة الآن. يا لعيب، كرة جميلة هنا. اليوم الهجوم دفاع يشتت الكرة، ضغط قوي وينجح في استعادتها. فابينو باص سيء، لم يكن بشكل جيد في اللقطة الماضية. كريم بنزيما يلعبها على اليمين، فرصة هجوم معاكس. تمريرة جميلة تخترق الدفاع، ضاعت الفرصة على إلى مكان. يفضل العودة بالكرة وترجع الكرة. والآن فادي مباراة كبيرة تحسب للمدافعين. حلول كثيرة كانت متاحة في هذه اللعبة، لقد كان بالإمكان أخذ بمكان. ضاعت فرصة متاحة وخطيرة جدا. الآن من الأمام يلعبها لمنطقة الخطر، مرت الكرة بشكل جميل. كرة إلى الأمام، كريستيانو رونالدو يحاول تمريرها من بين المدافعين. لا تسألني كيف ضاعت، كيف ضاع الفريق هذه الفرصة المتاحة. شيء غريب، دييغو جوتا. كرة أخرى، المباراة بركلة البداية للشوط الثاني. هدف يحرك الكثير الراكدة في هذه المباراة. الآن بعد هذا الهدف نتلقف وإياكم إثارة كبيرة جدا في هذه المباراة. تمركز أهم صفة للمدافع، رائع جدا في توقع مسار الكرة. مبابي، كريستيانو رونالدو، كرة عدت ولم يلتبس. كريم بنزيما، تغييرات عديدة الآن، انطلاقاتها راح تكون مصدر خطورة في داخل الملعب بكرة الكيبيل. أرنولد عمل بريسنج ونجح في استعادة الكرة. 98
الكبير ظهر الدفاع هنا في التحدي. انطلاقة مميزة جاءت بتدخل سليم وحاسم. كيليان مبابي كرة جميلة التي يأتي اليمنى. Coming on to replace him is number 6 يمر بشكل جميل. تعود الكرة بسرعة. والآن فرصة للتحول للهجوم. يحصل عليها أنتوني غريزمان. هجمة مرتدة الآن. كريستيانو رونالدو. أكيد يرغبون في تعزيز التقدم وعدم التراجع والدفاع فقط. هدف آخر راح يخلي الفريق يلعب بأريحية أكبر. لماذا رأينا هذه الفرصة؟ تفاوت جميل مالي. متقدم مع الضغط ينجح في سيرة مرتدة الآن. مبابي